تمكنت وحدات القوات المسلحة من صد هجوم فاشل نفذه المرتزقة السوريون والميليشيات الموالية لأنقرة على مواقع وحدات القوات المسلحة بمحور عنزار جنوب طرابلس. الإعلام الحربي في إيجاز صحفي أكد أن الوحدات العسكرية كبدت مجموعة الحشد الميليشيوي ومرتزقة السلطان المعتوه خسائرا كبيرة في الأرواح والعتاد، لافتا إلى أن كافة الوحدات في أعلى درجات الجاهزية لزلزلة الأرض تحت أقدام المعتدي، فيما أكدت مصادر عسكرية على بسط القوات المسلحة سيطرتها على محور الكازيرما وجسر المطار بعد اشتباكات قوية دامت أكثر من 5 ساعات. المصادر العسكرية أفادت بأن ميليشيا حكومة الصخيرات والجماعات المتطرفة الموالية لهم تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كاشفا عن مقتل قادة مهمين من ميليشيات الزاوية في هذه المعركة. وتواصل القوات المسلحة حربها على الإرهاب والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا في المنطقة الغربية، فيما تواصل تقدمها في أغلب محاور القتال رغم الدعم الكبير بالأسلحة والمرتزقة من قبل الغزاة الأتراك. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.